وعودة إلى خبر التضخم الذي يضرب أوروبا وسط مستويات قياسية جديدة. ينضم إلينا عبر الهاتف من أثينا دكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف البريطانية. دكتور، بعد التحية، نحن نتحدث عن تضخم يضرب القارة الأوروبية، وهناك تحذيرات أيضا من إضرابات في العديد من المجالات. تحياتي لكم المشاهدين وأشكركم على استضافتنا. قضية التضخم هي قضية استراتيجية، مقاييس المواطنين الأوروبي دائما مقاييس مادية وليست أيديولوجية، هم أقرب للواقعية من الشرق في موضوع التعامل مع الانتخابات ومع الحكومات بالتصويت لها أو بعقوباتها. الآن التضخم الذي يصل إلى معدلات عامة بين دول الاتحاد الأوروبي بين 10 إلى 12 هو كبير جدا. في بعض الدول البلطيق يصل الى 22%، دول الجنوب تعاني، دول الشمال تعاني ايضا. ضعف القدره الشرائيه لليورو، انخفاضه ليصل الى مستويات الدولار، هذا يعني هناك عزل في الميزانيات سيخلق ارتفاع مستويات الانفاق، عجز المؤسسات الصغيره والمتوسطه والشركات والافراد عن الايفاء مستحقات ديونهم للبنوك، سيكون هناك مشكله في عمليات الاقراض، فمعنى انخفاض في السيولة، ارتفاع معدلات البطالة، كل ذلك نتيجة التضخم. أعتقد أن العملية الاقتصادية خرجت من أيدي الأوروبيين، والإنفاق عالي على عملية محاولة إنجاز، نستعمل كلمة عامية، إنجاز سياسة الترقيع التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في محاولة تدارك ما يمكن تداركه. أعتقد أنها It's too late. يجب عليهم العلاج الاقتصاد بأسلوب مختلف، وليس الإمعان في عملية العقوبات والعناد والمحاولة يعني الخروج بماء وجه على حساب المواطن الأوروبي، لأن ذلك سيخلق تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية أعتقد الاتحاد الأوروبي لن يستطيع موازنة. نعم دكتور، يعني ما تشير إليه حضرتك أنه طبعا الأزمة واضحة جدا في أوروبا ككل وليس في دولة بعينها، ويبدو أنه الأمور ستزداد سوءا في الفترة المقبلة. في رأيك هذه الحلول والعلاج الذي تتحدث عنه لابد أن يكون حلا للقارة ككل من خلال الاتحاد الأوروبي، أم أن كل دولة لها الحلول التي تناسبها أكثر؟ طبعا هناك البنك المركزي الأوروبي الذي يرسم السياسة المالية للدول، ولكن الاقتصاديات الضعيفة والاستهلاكية في كل دول العالم وفي دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني أكثر، ولكن حتى انخفاض يعني معدلات النمو للدولة الجوهرة في الاتحاد الأوروبي أو الاقتصاد الأوروبي وهي ألمانيا للوصول إلى المعدلات الصفرية أو صفر أو معدلات معدومة، فماذا يعني أننا نتحدث عن أزمة اقتصادية حقيقية؟ أعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي تترك البنك المركزي مساحة للحكومات الوطنية في الاتحاد الأوروبي للتحرك وتدارك بعض الأمور نتيجة الاختلافات في موضوع البنية التحتية للاتحاد الأوروبي الاقتصادية، ولكن السياسة العامة هي محاولة محاصرة التضخم، ولكن لا يمكن محاصرة التضخم إلا من نجد حلول لقضية الطاقة، وهي ترفع معدلات ومستويات معدلات البطالة، وهي القضية الأبرز في أوروبا الآن بالتأكيد. فهي عملية محاولة دعم الشرائح البسيطة والمتوسطة أو استجداء. الآن نسمع أن الحكومات تستجدي البنوك للنظر بشكل مختلف للديون التي تدخل كما يسميها السياسيين الأوروبيين الجيل القادم أو الثاني من الديون المتعثرة، نتحدث عن مليارات من الاستثمارات أو الديون التي تلقاها الأفراد والمؤسسات، تعجز الآن عن إيفاء مستحقات هذه الديون. يعني بعض الأفراد يجب أن يدفعوا 3 إلى 4 أقساط زائدة عما كانوا يدفعوه نتيجة ارتفاع التضخم وتكاليف الإقراض. فهذا يعني أنه كساد وانخفاض معدلات النمو. هذه أزمة كبيرة أعتقد الاتحاد الأوروبي أزمة كبيرة يجب أن يعالج. لكنه دكتور الأفضل. مثلا بعض الدول مثل بريطانيا كان هناك الحديث عن تأجيل بعض الأقساط، دعم الأفراد في يعني الأقساط الخاصة تحديدا بالطاقة. في رأيك إذا ما تم تنفيذ ذلك على مستوى أوروبا ستكون له أبعاد إيجابية أم سلبية؟ لا أعتقد أن هذه حلول يعني استراتيجية، هي حلول قصيرة المدى وتكتيكية، لأنه أيضا حين نؤجل دفع المستحقات للبنوك هذا يعني أيضا انخفاض معدلات السيولة لدى البنوك، وهذا مشكلة في عمليات الإقراض. أعتقد أن بريطانيا تعاني أكثر نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي، كانت تصدر تقريبا 45% من إنتاجها للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي كان يصدر الاتحاد الأوروبي أقل من 4.5%،
الى بريطانيا. اعتقد بريطانيا تعاني اكثر من الدول الثانيه، تتوقعت ان تعود ل يعني بعدها تعيش تاريخها القديم في موضوع ما يسمى دول الكومنولث، وهي دول الكومنولث دول عديده اخذت منحى اخر بعلاقات مع الصين، علاقات مع روسيا، علاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، فهي ايضا عادت كما يقول اخواننا الخليجيين بخبرك عتيج، يعني بعقليه قديمه تعامل مع الدول الافريقيه ولم تجدهم الى جانبها لانهم ايضا هو دول مستقله واخذت منحى اخر. إذن بريطانيا تعاني اكثر، وكل هذه الحلول ليست حلول استراتيجيه. اذا ما هي الحلول الاستراتيجيه في رايك اذا كانت هذه الحلول حلول مؤقته، ابرز الحلول الاستراتيجيه؟ يعني على سبيل المثال خسرنا حتى الان في الاتحاد الاوروبي اكثر من 3 تريليون نتيجه المعركه مع روسيا، يعني التبادلات في الطاقه فقط كانت يوميا مليار في اليوم فقط في موضوع الطاقه، فما بالكم في موضوع السياحه وموضوع، واعتقد انتم في مصر خبيرين في موضوع السياحه الروسيه، هي سياحه تخيه وجيده، والان خسرنا في فقط من باليونان 10 مليار، هي اولا دخول في مفاوضات مع روسيا لوقف الحرب، ثانيا دعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه، ايجاد حلول للموضوع الاقراض البنكي بتخفيض ايضا نسب الفائده في من قبل البنوك في عمليات الاقراض، اعفاء الشرائح البسيطه من المجتمع ايضا لكي لا تقوم البنوك بالاستيلاء على البيوت والمنازل لان او على حتى الشركات واصولها، لان ذلك سيؤدي الى حاله من الغليان الاجتماعي والسياسي. صحيح، اشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف درويش استاذ الاقتصاد واداره الازمات بجامعه كارديف البريطانيه.